يا عباس قول أرباب المقاتل بينما كان يقاتل صوته مثل الزلازل. يا عباس وقطعة وش ماله ويمينه وبالعمد فضخة وجبينه والسهم صاب في عينه. يا عباس يا عباس ولو أسألك أقوى ضربة هدت عزومة وقلبة بالسهم صابة والقربة. يا عباس وبالشريعة من تمدد لملم جروحة وتوسد والدماء بعيونة تجمد. يا عباس